شرح قصيدة السادس من تشرين، الشاعر محمد كمال صالح، الصف التاسع، اللغة العربية. السادس من تشرين، مدخل إلى النص. أعاد انتصارنا في حرب تشرين التحريرية شموخ الإنسان العربي وعزته وكرامته، وما كان هذا ليتحقق لولا الشهداء الذين جعلوا من أجسادهم جسرا من أجل العبور إلى المجد والفخار. محمد كمال صالح عاش بين عامي 26 و900 وألف و93 و900 وألف، شاعر عربي سوري ولد في قرية القليعة بريف طرطوس، ينتمي إلى أسرة أدبية تركت بصمة مميزة في الشعر العربي. انتسب إلى الكلية الحربية، درس الأدب العربي وحصل على إجازة في الحقوق، منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرا لما قدمه من خدمات في سبيل الوطن وقضايا الأمة والعروبة. من مؤلفاته سقط جدار النوم، صلوات في محراب عشتروت، وأغنى من الشموس. لولاك حمى حزيران بنا فتكت، وما نجا بيننا من شرها أحد. شهر الجنة زرعوا أجسادهم قيما، على ثراك فيا لله ما حصدوا. تباركوا جذوة شبت بهم أنفا، فما خبوا أبدا إلا ليتقدوا. يعانقون الثرى حبا كأنهم بتربة الوطن الدامي قد اتحدوا. يا قلعة المجد مد الظل يأوي له، من يمموا الساحة في شوق ومن قصدوا. من أدركوا أنه لا سلم في بلد إلا إذا زال عنه الغصب والنكد، وأن جلق يوم الهول رائدة، وأنها في عيون الطامع الرمد. لولاك حمى حزيران بنا فتكت، وما نجا بيننا من شرها أحد. لولاك أي لولا وجودك، أي لولا شهر تشرين. حمى مرض مصيبة، حزيران أي شهر النكسة في عام 67 و900 وألف، فتك أي بطشة، نجا أي خلص سلم، بيننا أي منا، شر أي جريرة ضرر أذى، أحد أي شخص إنسان. شرح البيت: لو لم تكن حرب تشرين التحريرية لبقيت نكسة حزيران مصيبة تجثم على قلوبنا، ولما سلم منها أي إنسان عربي. شهر الجنة زرعوا أجسادهم قيما، على ثراك فيا لله ما حصدوا. شهر أي وقت زمن، وهو شهر من السنة. جنى أي قطف، حصد، اجتنى. الجنى أي الحصاد. زرعوا أي غرسوا، شتلوا. أجساد أي أجسام، أبدان. قيم أي أخلاق، أفكار ومبادئ. ثراك أي ثرى، تراب، وهو أرض الوطن. يا لله، وهي صيغة تعجب. حصدوا أي قطف، جنى. شرح البيت: يا تشرين يا شهر الحصاد، لقد ملأت دماء الشهداء تراب الوطن، وها هي تثمر أخلاقا كريمة، وها نحن ننال الخير الكثير مكافأة لذلك. تباركوا جذوة شبت بهم أنفا، فما خبوا أبدا إلا ليتقدوا. تباركوا أي استبركوا، تبركوا، نالوا البركة. جذوة أي جمرة، قبس، شعلة. شبت أي كبرت، زادت. أنف جمع مفرده آنف أي سابق. خبوا من خبأ أي انطفأ، همد، خمد. أبدا هنا بمعنى إطلاقا نهائيا. يتقد أي يتقد، أي يشتعل، يتأجج، يلتهب أو يستعير. شرح البيت: نالوا البركة من شعلة أجدادهم السابقين، وزادوها توهجا، لذلك
ما إن تبدأ عزيمتهم بالخمول حتى تعاود الاشتعال والتألق مجددا. يعانقون الثرى حبا كأنهم بتربة الوطن الدام قد اتحدوا. يعانقون أي يطوقون، يحضنون، يحتضنون الثرى أي التراب، أرض الوطن. حبا أي شغفا، غراما، عشقا. تربة أي تراب أو ثرى. الوطن البلد، الدولة، الأرض. الدامي الذي تقطر منه الدماء. اتحدوا أي اندمجوا، توحدوا، انضموا. يحتضن الجنود تراب الوطن شغفا به، فكأنهم اندمجوا مع أرض الوطن المشبعة بدماء الشهداء. يا قلعة المجد مد الظل يأوي له، من يمم الساح في شوق ومن قصد. قلعة أي معقل، حصن. المجد أي الفخر، العز. مدي أي أبسطي، وسعي، انشري. الظل أي الفيض. يأوي أي يأوي، يلجأ، يحتمي، يلوذ. يمم من يمم أي قصد، توجه. الساح أي الساحة، الميدان. شوق أي حنين واشتياق. قصد من قصد أي توجه، يمم. شرح البيت: يا بلدي يا حصن الفخر والعز، لتجعل ميدان عزك كبيرا يضم كل من توجه والتجأ إليه. من أدركوا أنه لا سلم في بلد إلا إذا زال عنه الغصب والنكد. أدرك أي تبين، تعرف، أيقن، فهم. سلم أي استقرار، أمان، سلام. بلد أي وطن، دولة، إقليم. زال أي انجلى، تلاشى، اختفى. الغصب أي الاغتصاب، الانتزاع، الإرغام. النكد أي البؤس، الحزن، الشجن. شرح البيت: لقد عرف هؤلاء الأبطال أنه لا أمان ولا سلام في وطن حتى ينجلي عنه الاستعمار والبؤس، وأن جلق يوم الهول رائدة، وأنها في عيون الطامع الرمد. جلق أي دمشق، اسم من أسماء دمشق. يوم أي عندما. الهول أي الرعب، المصيبة، الفزع. رائدة أي ريادية، طليعية، الأولى. عيون أي أنظار، أبصار. الطامع أي الجشع. الرمد وهو مرض يصيب العين. شرح البيت: إن دمشق هي أول المنقذين في وقت الشدة والفزع، وهي شوكة في نظر المستعمرين.